سببت بجاية لرائدي القبة كان بمعطيات وأهداف مشتركة، أقلها البحث عن نقاط المباراة لنسيان التعثر المر لأصحاب الديار بعنابة وتحسين المشوار المتذبذب، ومن جهة أخرى إيجاد التوليف الأمثل للضيوف ومحاولة تذوق طعم أول فوز، خاصة وأنهم محرومون من التوجيهات المباشرة للمدرب سليماني. الشوط الأول، ورغم أفضلية شبيبة بجاية من حيث صناعة اللعب ونسج الهجمات المتتالية، إلا أن نقص التركيز وضعف التناسق والانسجام حال دون إحداث الفريق المنشود وهز شباك أحمد شويحة، فضيع بن منصور وبن مسعود وخلاف، وكذلك فعل بيتاش وغانم. الضيف رائد القبة من جهته تمركز في الدفاع ولم يبحث كثيرا عن الفرص، ما عدا في واحدة متاحة لا أكثر كانت هي الأخرى ضائعة، وانتهى الشوط على البيض. نتيجة لم تتغير حتى خلال الشوط الثاني، رغم أنه لعب تقريبا على مساحة الرائد لصالح الشبيبة. هذه هي الأخيرة لم تحسن استغلال الكرات ولا حتى استغلال الأخطاء الممنوحة. في الدقيقة 78 طالب لاعبو الشبيبة بركلة جزاء، ولكن الحكم أمر بمواصلة اللعب. لقاء أبلى من خلاله رائد القبة بلاء حسنا بإعلان نسيب عن نهاية المواجهة ونقطة لكل فريق، خامسة مرة للجي اس ام بي وثالثة للقبة لكنها بطعم الفوز. نشكر اللاعبين على المجهودات اللي قاموا بها، ونشكر الجمهور دائما اللي بقوا فيه وتلقب بعدد كبير لمدينه بجايه. يعني هذا يبين باللي هذا الجمهور وضع فينا ثقه. احنا كما يقولوا المدرب اللي معايا الشيخ سليماني واضعين ثقه في اللاعبين هذوما، وكنا مأمنين برواحنا باللي نجيبوا النتيجه. رائد القبه يملك لاعبين، انا نقولها للجمهور باش الناس كل تعلم باللي عنده لاعبين ذوي خبره ولاعبين اللي يلعبوا في مستوى عالي. مالوريزمون بدينا تحضيرات متاخرين في التحضيرات 10 ايام قبل بدايه البطوله، ثم تفاجأنا بعدم تقديم الاجازات. يعني المشكل هذا من كما يقولوا مشكل ككل الفرق. الجوله الرابعه لعبنا رغم التعادل الايجابي، احنا الفريق كان منهار بدنيا باسكو تحبوا لا تقرا، لعبنا ضد فريق اللي يلعب اربع مقابلات. احنا امنا في روحنا وبقينا نخدموا ومؤمنين بالفريق هذا، وبرب ان شاء الله الفريق تاع رائد القبه راح يدير يمد كلمه كبيره في الدوري القسم الوطني الثاني محترف.